تعتبر المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام الأغلى متريا على مستوى العالم من الناحية الشرائية، وذلك لإطلالات على المساحات، إطلالة هذه المساحات على المسجد الحرام. لمزيد من التفاصيل معنا من الحرم المكي مباشرة مراسلنا أيمن الثبيتي. أهلا بك أيمن معنا. يعني كم تقدر هذه المساحات التي تطل على المسجد الحرام وساحاته؟ نعم، شكرا لك زميلي حسن، أحييك وأحيي كافة متابعي قناة الإخبارية. طبعا المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام هي الأغلى متريا في العالم، يعني تقدر القيمة السعرية للمتر الواحد المطل على المسجد الحرام يبتدئ من 500,000 يصل إلى 800,000 ريال سعودي سعر المتر الواحد. نحن عندما نتحدث عن المتر الواحد وهي المساحات المحيطة بالساحات الملاصقة للمسجد الحرام. طبعا هذا السعر زميلي حسن هو نظرا لإطلالة تلك المواقع عندما تكون منشآت فندقية على المسجد الحرام، كما تشاهد عبر كاميرا الإخبارية. هذه الفنادق المطلة على المسجد الحرام هي تعتبر ويطلق عليها قوس المليارات. لماذا يطلق عليها قوس المليارات؟ نظرا للقيمة الشرائية التي كانت عليها، وأيضا للقيمة قيمة إيجار الغرفة الفندقية وخاصة المطلة على المسجد الحرام. أغلى شقة سكنية زميلي حسن بيعت في المنطقة المركزية تقدر ب 47 مليون ريال سعودي. عندما يتم بيع أي شقة سكنية يتم تقدير الشقة سعريا بالمتر وليس بالمجمل، بمعنى أن هذه المنطقة المركزية هي تعد الأغلى في العالم من الناحية المترية، نظرا كونها ملاصقة للمسجد الحرام، أيضا ارتياد أكثر من مليار ونصف مليار مسلم على هذه المنطقة المركزية، أيضا القيمة الشرائية، القيمة السوقية للمنطقة المركزية. كلما ابتعدت كناحية شرائية عن المنطقة المركزية كلما قلت أو قل سعر المتر، بمعنى يصل إلى 300,000 يصل إلى 200,000 ريال سعودي، حتى أسعار متدنية ولكن تكون داخل النطاق العمراني لحد الحرم. فبالتالي أحمد القيمة المترية لي المنطقة المركزية هي تعد الأعلى في العالم. لم تتأثر هذه القيمة بجائحة كورونا، يعني ربما يقال أن هناك تذبذب في أسعار العقار في مكة المكرمة، نعم في الأطراف، ولكن داخل المنطقة المركزية هي أسعار ثابتة. اليوم رؤية المملكة 2030 استقطاب ما يقرب من 30 مليون معتمر وحاج في العشر سنوات، هذا أيضا يعطي قيمة سعرية إضافية لسعر المتر داخل المنطقة المركزية. أيضا حسن ما أود أن أنوه عليه أنه لا توجد أراضي خام داخل المنطقة المركزية للشراء، بمعنى كل الأراضي هي صمم عليها منشآت فندقية أو أدخلت في التوسعة السعودية الثالثة كمساحات إضافية للمسجد الحرام. فبالتالي مكة المكرمة شرفها الله والمسجد الحرام تعتبر القيمة الشرائية هنا قيمة عالية، بمعنى هناك تكتلات قوية جدا تدخل للشراء. أيضا زميلي حسن كان أو تمت إزالة فندق في التوسعة لوقف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين. هذا الفندق يبعد عن الكعبة المشرفة ما يقرب من 220 مترا. شكرا جزيلا لك أيمن الثبيتي مراسلنا من الحرم المكي.